فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ القرآن كله محكم، بمعنى أنه أتقنت آياته، أتقنت وكلها تصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فكله محكم من هذه الناحية. كله متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والبلاغة والحلاوة، فهو متشابه يشبه بعضه بعضا. كل الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كله متشابه بهذا المعنى، وبعضه محكم وبعضه متشابه. المحكم هو الذي لا يعرف معناه إلا بإرجاعه إلى المتشابه، هو الذي لا يعرف معناه إلا برده إلى المحكم الذي يفسره. القرآن يفسر بعضه بعضا، الرسول يفسر القرآن، اللغة التي نزل بها تفسره. فهو ثلاثة أقسام: كله محكم بمعنى، كله متشابه بمعنى، بعضه محكم وبعضه متشابه بمعنى، كل شيء له معنى. نعم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم.